بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الأعزاء وزملائي الأعزاء، طلاب الطب ونواب الجراحة، سريعا بقى هنتكلم في أحد المشاكل الجراحية اللي بتقابلكم كتير، وهي مشكلة البيرست أبدوم، وخاصة أبنائنا اللي بيشتغلوا في الحوادث. هتشوفوا الحالات دي كتيرة جدا وانتوا شغالين في الحوادث اللي هي البيرست أبدوم. طيب فيرست سلايد اهو، معلش بس عشان انا بعمل لنفسي. هنمسك فيرست سلايد ونقول الوند هيزنس هو از ديسربشن اوف اني اور اول ذا لاير اوف ذا ووند. يعني انت هيجي لك العيان كده شايلينه في الاستقبال بسرعه وحاطينه لك كده، ويقول لك يا دكتور العيان ده عامل عمليه بقاله كده 4 5 ايام، وفجأة لقينا بطنه فتحت كده والدنيا بقت منظرها كده، حصل ديسربشن. يا اما هتلاقي كل اللايرز بتاعت الابدومن مفتوحة، يا اما هتلاقي جزء من اللاير مفتوح والغرز اتفكت قدامك وبدأ الووند يحصل له ديسربشن. الحقيقة التريتشرز بتقول انه ده بيحصل في 3% of abdominal wounds، بس الكلام ده يعني احنا عندنا في مصر هتلاقي النسب دي اكتر شوية، تصل ل يعني 10% من الحقيقه من الابدومينال وونز عندنا بيحصل لها بيرست ابدوم. ودي بتبقى مشكله يا جماعه فيري ديستريسنج للعيان، العيان بيبقى متضايق واهله متضايقين والدنيا مش مظبوطه خالص. يعني لو بصينا على البيرست ابدومين هنقول احنا عندنا دلوقتي بارشل وعندنا كومبليت، وده يا جماعه موست كومن اللي بيحصل في اليوم الخامس او اليوم الثامن بوست اوبرتيف دي للعيان. يعني انت تتوقع البرست على خامس يوم اب تو ثامن يوم بوست اوبرتيف. بتلاقي العيان يا اما يحصل ان البريتونيوم والريكتس شيس واللايرز كلها والمسل كله يفك، ده بيسموه كومبليت برست، يا اما بيبقى بارشال برست. طيب البريديسبوزنج فاكتورز معروفه يا جماعه، احنا عندنا اسباب بري اوبرتيف واوبرتيف وبوست اوبرتيف. عشان بس الزملاء اللي بيستعجلوا دلوقتي العيان يروح له العياده يبتدي على طول انا عايز عمليه يلا بكره الصبح خد الجواب اطلع على المستشفى، من غير ما يحضر العيان. ناخد بالنا يا جماعه انه في بري اوبرتيف كوزس واضحه جدا للبرست ابدومن، لازم ناخد بالنا منها. البري اوبرتيف اشهرهم طبعا المالنوتريشن، لو العيان عنده كرونيك ديزيزز، هايبوبروتينيميا وفيتامين سي ديفيشنسي، بعض العيانين طبعا اللي عندهم يوريميا، وشريحه بقى مجموعه الناس اللي عندها مالجننت ديزيز يا جماعه، دول اكتر ناس يجي لهم بيرست ابدومن. جراح الاورام هو اكتر جراح هتلاقيه بيشوف حالات بيرست ابدومن. الناس اللي ماشيه على كورتيكوستيرويدز، الاوبيز بيشن لازم تبقى انت حاطط في دماغك كده ان العيان ده هيجي له بيرست. والناس اللي عندهم طبعا كرونيك كوف او بلادر نيك اوبستراكشن او اي سبب من اسباب الانكريزد انترا ابدومينال بريشر. يبقى وانا قاعد في عيادتي كده بسمع العيان اخد بالي من الحاجات دي يا جماعه قبل ما اكتب جواب دخول المستشفى الصبح، يلا حضر العمليه بكره الساعه 2، ما ينفعش كده. في تحضير للمريض، في مشكلة مصيبة كبيرة اسمها بيرست أبدومن. طيب الأوبرتيف بقى ان سعادتك وانت بتشتغل تاخد بالك ان في اسباب برضو ممكن جدا تبقى مسؤولة عن البيرست أبدومن وانت بتشتغل. فيلير تو يوز نون ابزوربابل سوتشرز، تستخدمش لو انت ما استخدمتش نون ابزوربابل سوتشرز، او لو بتشتغل على بانكرياس يا جماعة وحصل بنكرياتيك انزايمز بدات تطلع نتيجه تروما او بنكرياتايتس، او بتشتغل بنكرياتيك كانسر سيرجري، او بتشتغل على استومك وحصل ديودينال بلو اوت وطلعت البنكرياتيك سكريشن. البنكرياتيك سكريشن ده يا جماعه من الحاجات اللي بتعمل بيرست كومبليت بيرست وباسرع وقت ممكن. او حصل عندك ووند انفكشن، او انت عملت العمليه والعيان تاني يوم تالت يوم دخل في ديستنشن عنيف جدا وسيادتك طبعا حاصل جوه اوبستراكشن، وانت عمال تقول للعيان انت عندك الياس ومش واخد بالك ان في اوبستراكشن. الديستنشن الجامد ده للبطن
لو ما فكش يا جماعة بعد 24 ساعة أو بعد 48 ساعة نبتدي نفكر إن ممكن جدا يبقى فيه فعلا أوبستراكشن، ولو أنت سكت على العيان وسبته شوية هيخش في بيرست. أو لو أنت بقى بتعمل انسيجنز وعملت انجر للموتور نيرفز، وده بيحصل كتير الحقيقة بعد السب كوستال انسيجن، أو إن أنت استعجلت في قفل الووند وما قفلتش الجرح كويس، ممكن هنا يحصل فيه بيرست أبدو. طيب هنبص نلاقي إنه الفيرتيكال انسيجنز بتبقى لها جريتر تندنسي إنها تبيرست أكتر من الترانسفيرس انسيجن. معروف إن الفيرتيكال انسيجنز الانسيدنس أوف بيرست فيها بيبقى أكتر من الترانسفيرس انسيجن. طيب هنبص نلاقي بقى هنا الكلوجر وانت بتقفل بطن العيان، تاخد بالك اللير احنا المفروض بنقفل بريتون وبعدين تقفل بعد كده الشيس وتمشي لير لير. لقوا انه الانستنس اوف بيرس يا جماعه مع اللير كلوجر اكتر من الماس كلوجر، وطبعا ده ضد يعني ممكن تبقى انت مقتنع ان اللير دي اقوى، لا لقوا ان الانستنس اوف بيرست ابدو من دي بقى اكتر مع اللايرد كلوجر اكتر من الماس كلوجر، ولقوا انه الانتربتد سوتشرز وانت بتقفل لها لو انستنس اوف بيرست على عكس ما انتوا يعني متخيلين وبتقفلوا في الحوادث. انا بشوفكم كلكم طبعا كل الزملاء والشباب الصغير بيجي يقفل بيقفل كونتينوس سوتشرز وشد يا ابني وشد الفتله وامشي وارفع، لقوا ان الانتربتد سوتشرز لها لو انسيدنس اوف بيرست. وموضوع تقفل البروتون او ما تقفلش البروتون دي حاجه يعني نوت فايتال تو بريفنت البيرست ابدو، لازم نبقى فاهمين كده. طيب ادي الماس فيرسس لايرد كلوزجر، وادي الكونتينوس فيرسس السوتشرز، وادي البوست اوبرتيف يا جماعه من الحاجات برضو اللي بتعمل بيرست ابدومين وجود بوست اوبرتيف فاكتورز، اشهرهم يعني هيماتوما. لو انت بتشتغل على عيان عنده بليدنج تندنسي وحصل هيماتوما او حصل سيروما او حصل ووند انفكشن، وده مش مفروض يبقى موجود دلوقتي يا جماعه في 2020. المفروض ان انت دلوقتي عندك التحضير المريض بتاعك، ده جزء مهم جدا. لازم تعمل فول لاب للعيان ولازم تطمن انه ما عندوش بليدنج تندنسي، والدايسكشن بتاعك دلوقتي مع التكنيكس الجديده، ويعني حضراتكم كلكم بتشتغلوا بالليجا شور وبتشتغلوا بالهارمونيك والاجهزه دي، كان زمان الدايسيرمي ويقعد يحرق 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 تلاقي كميه انفكشن وكميه سيروما عاليه جدا. احنا النهارده في 2020 مش مفروض ان يبقى عندك هيماتوما ولا انفكشن مع الانتي بيوتكس كتيره اللي بتستخدموها حضراتكم دي. المفروض ان الانستنس بتاع الوند انفكشن بوست اوبرتيف يقل، ومع هذا السيرجيكال سايت انفكشن عالي عندنا، عالي جدا في العيانين بتوعنا. طيب الباثولوجي بقى هنبص نلاقي البرست هيبقى عندي يا حاجه سوبرفيشال، هتبص تلاقي الغرز بس هي اللي فكت منك كده وبدا السكين والسبكوتينيوس يفتحوا، يا اما هتلاقي ديب شويه فهتلاقي جزء من الابدومينال وول فتح انما لسه الانتستين ما ظهرتش قدامك، يا اما يحصل كومبليت وتلاقي بقى الانتستين طالعه قدامك بقى فو، تلاقي كده هوب كل السمول انتستين راحت طالعه قدامك في الجرح والناس جايين بقى بمنظر يعني هتزعل لما تشوف. الكلينيكال ما هو معروف، هو يعني حد يسألني يقول لي طب انا ممكن اتوقع يعني مين العيان اللي يجي له يعني بيرست، انما ما فيش وورنينج الامبندنج ديزنس، انت كل عيان له ظروفه، انما هتلاقي بدايه الموضوع بيبتدي بقى بايه، العيان يبقى عنده شويه ديستنشن ثم نوزيا شويه فيفر، عنده لوكال بين في الجرح مش مستريح يا اخي كده، حاسس مش مستريح، ومعين يقول لك يا دكتور الجرح كده يعني في احساس غريب انا مش حاسس ان الجرح ايه بيفتح كده، لما باجي احزق حاجه بتفتح، هو بيحس العيان بيحس بيها كده، ويبدا بقى ايه القصه، تبدا بسيروثانجنس فلويد وبلاد ستيند ديشارج يطلع من الجرح، ويجي بقى الساده النواب بتوعنا
في المرور يقول لك بالتليفون بالليل يا دكتور ده بس فيه كده سرومه صغيره والووند بتاعك بتاع جرح العيان بتاع سيادتك بدا يجيب كده شويه سيروسانجنس كده فلويد وبلاد، تقول له يا ابني البطن كويسه؟ يقول لك كله تمام يا فندم، تسلم ايدك، ده الموضوع بس شويه ايه سيروسانجنس فلويد. على يوم اتنين تلاته يقول لك يا فندم انا شايف كده انتستن قدامي في الجرح، شايف يا فندم بس برضو ايه تسلم ايد حضرتك يعني العيان ممتاز بس انا بتهيألي كده يا فندم في انتست. يعدي يومين ثلاثة كده وبعدين ايه تتصل انت بقى بالنايب، العيان يا ابني اخباره ايه؟ يقول لك يا فندم ده الانتستن طلعت كلها بره بس انا ما حبيتش اضايق سيادتك ولا اقول لحضرتك على الموضوع، انما احنا قاعدين فوق العيان من امبارح وحاطين فوط والانتستين كلها في الشارع يا فندم وما تزعلش سيادتك يعني ان شاء الله تسلم ايدك. دي قصه السيناريو اللي بيحصل. بعد كده العيان ده طبعا هيبقى محتاج منك علاج، يا نون اوبرتيف في الاول يا اوبرتيف تريتمنت. النون اوبرتيف يا جماعه لو احنا بنتكلم لسه في عيان انستيبل بيشنت، عيانك موجود وانستيبل والجنرال كونديشن بتاعته كويسه ولسه ما حصلش افسريشن يعني الانتستين ما طلعتش بره، هنستخدم جوز، هتحط جوز باك على الجرح وتحط سترايل دريسنج كده وتحاول ان انت يعني تتعامل مع العيان بمنتهى الجنتله كده عشان ما تقلبوش لكمبليت بيرست ابدوم. لو جينا شفنا بقى تسالني تقول لي البس ابدومينال بايندر ولا لا، لو قدرنا ان احنا نستخدم ابدومينال بايندر طبعا عشان تعمل سبورت للابدومينال ووند هيبقى كويس، اللي هو حزام البطن اللي موجود في كل المستشفيات وكل الصيدليات وحضراتكم عارفينه وبتستخدموه. بس خلي بالكم الابدومينال بايندر ده ساعات بيعمل شويه ديستريس كده للعيان، فاخد بالي ان انا يعني اربطه على درجه ما يخليش العيان يبقى متضايق. واحاول بقى اخد العيان وانزل بقى للحوادث وابتدي لو دخل بقى في كومبليت بيرست هقفل الجرح. هحضر العيان لانه غالبا بيبقى شوك، فحضره واطمنه وطبعا الرايل والتيوب وغطي الانتستين بسترايل تاول. بنجيب يا جماعه سلاين كده وندفيه ونبل فوطه كده بتعقيم بسترايزيشن، تبقى الفوطه سوجد كده بورم سلاين وتحطها على الانتستين وانت بتنقل اوضه العمليات وتبدا تدخل العيان السييتر. ولازم يا جماعه حد سينيور اللي يشتغل الحالات البيرست ابدومن دي. هتبدا بالراحه وانت طبعا ان هي المشكله كلها بيبقى فيه لسه فيبرنس كده ادهيجنز، الانتستين لسه كده لازقه في الابدومينال لايرز بتاعت الانتيرور ابدومينال وول، فلازم خبره الجراح بقى هنا ايدك تخش بالراحه كده بخبره شديده جدا تسلك الانتستين من الابدومينال وول وبورم سلاين وبالراحه وجنتل، لان الانتستين بتبقى فريبل جدا وضعيفه جدا. ولو واحد بقى من الجراحين اللي هم يعني ايده مش خضره هيعمل انجري في الانتستين وهنقلب الحاله من بيرست بقى لانتستاينال اتروجينيك انتستاينال انجري وريسكشن والموقف هيبقى متازم جدا. فلازم حد يبقى اكسبرت شويه وحد سينيور يخش بالراحه كده يسلك الكويلز اوف انتستين وتتغسل بورم سلاين وترجعها في مكانها وتحاول بقى كلين الابدومينال وول وتبتدي الشغل بتاعك، تعمل ري ابروكسيميشن لل اللايرز بتاعت الجرح بتاعك وتقفل اللايرز بتاعتك كويس. بعد كده هنشتغل بقى على ال بري اوبرتيف بريفنشن. يا جماعه مهم زي ما قلنا كل اللي قلناه قبل كده في الفاكتورز اللي هي ممكن تعمل بيرست ابدومن لازم نتجنبها كويس جدا بري اوبرتيف. اشكركم واتمنى ان انا ما اشوفش حالات بيرست ابدومن تاني، واتمنى ان الشباب الجراحين يهتموا بقفل المريض وتحضير المريض لان ده جزء مهم جدا يا جماعه. ما تخليش ان انت مستعجل وعايز تشتغل وروح بكره وخش والعيان مش جاهز، ما هو ده بيخش في كومبليكيشنز وبيبقى ستريس عليك وعبء عليك وبتتضايق وبتتعصب. فحضر عيانك كويس وابتدي اشتغل وربنا ان شاء الله
هيكافئك وتلاقي النتائج بتاعتك كويسة. بشكركم وأشوفكم إن شاء الله في محاضرة أخرى.